لا تزال مسودة قانون العنف ضد المرأة مستمرة في الجلسات من أجل تمرير مشروع هذا القانون في المجلس النيابي لإنصاف شريحة واسعة من المجتمع تزايدت أعمال العنف تجاهها بمختلف أشكاله، إلا أن تلك المسودة لم ترى النور حتى الآن ولأكثر من دورة نيابية. تم تسليط الضوء على قانون مناهضة العنف الأسري التي هي في مجلس النواب. هذا القانون باقي لنا من الدورات السابقة وسوف ننضجها بالنقاشات وبالحوارات أيضا، ونعمل على تمرير وعلى تشريع هذا القانون للضرورة القصوى في المجتمع العراقي. الإحصائيات كشفت بالاعتماد على معطيات ميدانية متعلقة بالعنف الأسري شملت جميع محافظات العراق ترحيبا واسعا لتشريع هذا القانون الذي يناهض العنف ضد المرأة والمجتمع بصورة عامة. ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة ظواهر من العنف كانت غريبة على المجتمع العراقي، منها زيادة حالات الانتحار. هذه أمور لم تكن موجودة في المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع متمسك بدينه، بأخلاقه، يعني احترامه لإنسانية المرأة. عينة الدراسة المستطلعة آرائهم في كل العراق لم يبدو قلقا كثيرا على أن يكون القانون مناهضا أو مخالفا للشريعة الإسلامية، وكان 8% فقط 8% وخمسة بالعشرة بالمئة من العراقيين يرفضون إصدار القانون. في الجلسة النقاشية روت العديد من النساء انتهاكات مأساوية ضد المرأة والطفل والفئات الضعيفة في المجتمع، مؤشرين إلى أهمية وجود غطاء قانوني وتشريعي يحميهم من تلك الممارسات. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية.